ينعقد مؤتمر شيوخ ووجهاء ناحية العياضية لإقرار وتوقيع وثيقة التعايش السلمي، وتحت شعار بالتسامح والأخوة نبني العراق. ننطلق من الخصوصية هي ناحية العياضية، وننطلق إلى الأصل الكلي هو العراق، لكي نقل ونوقع على بنود ميثاق الشرف بين أبناء ناحية العراقية، شأنهم شأن بقية أنحاء العراق في كل محافظاتنا التي حررت من داعش الإرهابي. وضعوا ميثاق اجتماعي يمثل أبناء المحافظة بأنهم تكون شرطة بينهم العيون الساهرة على أمنكم وسلامتكم والحفاظ على ممتلكاتكم وتطبيق القانون والعمل بكل حيادية ومهنية. وثيقة شرف للعشائر في ناحية الأياضية. حرصاً منا نحن الموقعون أثناء شيوخ ووجهاء ناحية العياضية، بالإضافة إلى ممثلي اللجنة العليا الدائمة للتعايش والسلم المجتمعي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء والحكومة المحلية في محافظتنا، وقضاء الرأي على إيجاد الشغل الكثيرة لتنسيق الاستقرار والسلم المجتمعي في ناحية العياضية، البراءة من تنظيم داعش وجميع التنظيمات الإرهابية الإجرامية ومن كل مشارك بأفعال القتل والتهجير والخطر والتحرير والتهديد ونهب الأموال من المواطنين وكل الجرائم المخالفة للقانون. ما راح يتعرض